أحبائي أبناء العربية ومحبيها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة، هذه المرة مع مهارات اللغة العربية، ودرسي هو القدوة والواجب، فأهلا. أحبائي، فما المقصود بالقدوة؟ وما هي الواجبات؟ وما هي صفات المثل الأعلى الذي ننشده في حياتنا؟ وما هي الواجبات المترتبة علينا؟ هيا بنا أعزائي الطلبة لنجيب عن كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سنتناولها في سياق حصتنا. إلى ولدي، هذه رسالة أعزائي الطلبة كتبها الكاتب الكبير المعروف أحمد أمين الذي ولد عام 1886 وتوفي عام 1954، وهو بالطبع كاتب وأديب مصري له عدة مؤلفات، منها إلى ولدي وهو النص الذي بين يدينا، وفيض الخاطر، والنقد الأدبي، وفجر الإسلام أيضا، وبالطبع له مؤلفات كثيرة. وسنلاحظ أعزائي الطلبة في هذا النص بأن الكاتب وجه رسالة إلى ابنه الذي كان يدرس في بريطانيا، وضمنها مجموعة من النصائح، كان من بينها الرسالتان اللتان بين أيدينا، وهما تتحدثان عن القدوة والواجب. هيا بنا أعزائي الطلبة لنبدأ بالفقرة الأولى. أي بني، احرص على أن يكون لك مثل أعلى تنشده وترمي إليه في حياتك، وليكن هذا المثل الأعلى مشتقا من شخصية عظيمة مصلحة تتفق ونفسك ومزاجك، فإني أعرف فيك الجد والإفراط في عزة النفس وقلة المجاملة، فليكن مثلك مناسبا لهذا كله. إذا أمعنا النظر أعزائي الطلبة في هذه الفقرة لوجدنا أن الكاتب هنا يخاطب ابنه فيطلب منه أن يكون له قدوة ومثلا، ولتسير طبعا في حياته، لتسير حياته على النهج المثالي. وإذا عاودنا النظر أعزائي الطلبة في هذه الفقرة لوجدنا أنها تحتوي على كلمات، وهذه الكلمات دلت على معان متنوعة، فعنا تنشده هنا جاءت بمعنى تتطلبه، وتربي هنا جاءت بمعنى تهدف، وأما مشتقا أحبائي الطلبة جاءت بمعنى مستخرجا، والجد هنا دلت على المثابرة، وأما الإفراط هنا جاءت بمعنى الزيادة، والمجاملة بمعنى الكلام الجميل الذي فيه كثير من الاحترام. لو عودنا النظر أعزائي الطلبة في هذه الفقرة لوجدنا أن هذه الفقرة احتوت على الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا المثال المنشود، وهي أن يكون مشتقا من شخصية عظيمة، وهذه الشخصية تكون أيضا مصلحة تتفق مع نفسه ومع مزاجه أيضا. وإذا أمعنا النظر إلى كلمة مثلا في السطر الأول لوجدنا أنها جاءت هنا اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره. وإذا أعزائي الطلبة عاودنا النظر إلى هذه الفقرة لوجدنا أنه بدأ بأي بني، وهنا دلالة على شدة حبه وتعلقه بولده. هيا بنا أعزائي الطلبة ننتقل إلى الفقرة الثانية. إن تحديدك للمثل الأعلى يحدد سيرك ويعين ما يقرب منه وما يبعد، فأنت إذا قصدت الهرم أمكنك أن تعرف منه الطريق المقرب والطريق المبعد، أما إذا أنت سرت سبهللة ولم تحدد لك غاية تخبطت في السير ولم تعرف ما يحسن وما لا يحسن. إذا عودنا أعزائي الطلبة النظر في هذه الفقرة لوجدنا أيضا أنها تحتوي على كلمات تناولت معان متنوعة، عندنا على سبيل المثال الهرم هنا جاءت بمعنى بناء ضخم فرعوني، وأما سبهللة لغير هدف أو فائدة، وأما غاية هنا جاءت بمعنى هدف، وأما تخبطت هنا قصد بها السير بعشوائية.
إذا عاودنا النظر أعزائي الطلبة لوجدنا أن هذه الفقرة تتحدث عن أثر تحديد المثل الأعلى وعدم تحديده وفق رأي الكاتب. فإذا حدد الإنسان لنفسه مثله الأعلى سيحدد سيره وسيعين ما يقرب منه وما يبعد عنه. فإذا طبعا نحن قصدنا الهرم وهي الشيء الأعلى أو المكانة المرتفعة، فوقتها وحينها طبعا سنعرف منه طريقنا الصحيح. أما إذا نحن لم نحدد هدفنا ولم نحدد غايتنا فسنتخبط بالسير ولم تعرف لنا غاية. إذا أعزائي الطلبة، إذا وجهنا إليك سؤالا وقلنا ما هو الأسلوب البديعي في كلمة يقرب ويبعد لأجبتني وقلت معي مباشرة هنا أسلوبه انضباطي. هيا بنا أحباء الطلبة نتأمل الفقرة التالية لنرى ماذا قال لنا الكاتب فيها. والمثل الأعلى كثير التأثير، مريح للنفس من عناء التفكير في كل لحظة، فهو دائم الشخوص أمام الإنسان، يجذبه نحوه ويدعوه لأن يحققه. وإن أعمال الإنسان وطريقة سلوكه تدل على أن له مثلا أعلى أو ليس له. وإذا كان فما هو؟ وكل ما جرى من إصلاح للأفراد والأمم وتأليف لليوتوبيا أو المدينة الفاضلة فمنشأه المثل الأعلى، وبدونه يعيش الإنسان على وتيرة واحدة لا يتحسن. إذا أمعنا النظر أعزائي الطلبة في هذه الفقرة نلاحظ أن الكاتب هنا يدعو ويطلب من ابنه بأن يكون له قدوة في حياته، لأن هذه القدوة ستكون ماثلة أمامه وتجذبه نحوه وتجاهه. وبدون هذه القدوة سيسير الإنسان على نهج واحد. إذا أمعنا النظر أعزائي الطلبة في هذه الفقرة لوجدنا أنها احتوت على كلمات دلت على معان متنوعة أيضا، فإن هنا على سبيل المثال عناء جاءت بمعنى التعب والمشقة، وأما وتيرة أعزائي الطلبة جاءت هنا بمعنى المداومة على الشيء والملازمة عليه. وإذا وجه إليك عزيز الطالب سؤالا فقلنا لك ما هي الصورة الفنية في عبارتي والمثل الأعلى كثير التأثير مريح للنفس من عناء التفكير في كل لحظة، فهو دائم الشخوص أمام الإنسان يجذبه نحوه ويدعوه لأن يحققه. لقلت لي مباشرة بأن الكاتب هنا صور المثل الأعلى مريحا للنفس دائم الحضور، شخص أمامه كشيء يتنقل أمامه ويجذبه ويدعوه لمتابعته وتحقيقه. وإذا عزيز الطالب وجهنا إليك سؤالا آخرا وقلنا لك استخرج من هذه الفقرة اسم فاعل لفعل ثلاثي معتل، لقلت لي مباشرة بأن دائم هنا جاءت اسم فاعل لفعل ثلاثي معتل أجوف وهو من الفعل دام. وعزيز الطالب إذا عاودنا السؤال عليك مرة أخرى وقلنا لك استخرج اسم موصول بمعنى الذي لقلت لي هنا كل ما جرى، هنا جاءت ما اسم موصول بمعنى الذي. وليكن لك في اختيار المثل عينان، عين تنظر بها إلى وطنك وأمتك، وعين تنظر بها إلى الأمم الأخرى، ثم تختار المثل بالعينين معا. ولتكن مرنا في اختيار المثل ولا تحتقر شيئا تقع عليه عينك، فقد تستفيد الكثير من الأمر الصغير. نلاحظ أحبائي الطلبة هنا جاءت مرنا بمعنى لينا، وتحتقر بمعنى تستهين. أعزائي الطلبة نلاحظ في هذه الفقرة بأن الكاتب حدد منهجا لابنه في طبعا اختيار المثل، وهي أن يكون مرنا في اختيار هذا المثل من غير أن يحتقر أحدا مهما صغر حجمه، ويختاره من أبناء وطنه أيضا وأمته، ولا يغفل عن أبناء الأمم الأخرى، فقد يجد فيهم من يستحق أن يكون مثله الأعلى. عزيز الطالب إذا طلب منك أن تستخرج مصدرا لفعل غير ثلاثي من هذه الفقرة فستقول لي بالطبع أن اختيار هنا جاءت مصدر لفعل مزيد أو أكثر من ثلاثة أحرف وهو من الفعل اختار.
أحبائي الطلبة، هيا ننتقل إلى الفقرة الخامسة. أي بني، سادت عند أمثالك من الشباب فكرة خاطئة، وهي شدة المطالبة بالحقوق من غير التفات إلى آداء الواجب مع تلازمهما، فهما معا ككفتي ميزان، إن رجحت إحداهما خفت الأخرى، وهم يلجؤون إلى كل الوسائل للمطالبة بحقوقهم، ولا نسمع منهم شيئا عن فكرة آداء الواجب، فحذاري من الوقوع في هذا الخطأ. إذا عاودنا النظر أعزائي الطلاب إلى هذه الفقرة، لوجدنا هنا بأن الكاتبة طبعا وضح الفكرة المهمة التي سادت وذاعت عند الشباب، وهي الالتفات للحقوق ونسيان هؤلاء الشباب ما عليهم من أداء واجباتهم. ولو عاودنا النظر أعزائي الطلبة إلى هذه الفقرة، لوجدنا هنالك بعض المفردات التي طبعا بالطبع احتوت على معاني متنوعة، وهي سادت عندنا بمعنى انتشرت، وأما تلازمهما بمعنى تلاصقهما. إذا وجه إليك عزيز الطالب سؤالا، وهي ما هي الصورة الفنية في عبارة فهما معا ككفتي ميزان، إن رجحت إحداهما خفت الأخرى، فستقول معي بأن الكاتب هنا شبه الحقوق والواجبات بكفتي الميزان التي ترجح إحداهما وتعلو على الأخرى. ولو عاودنا أو وجهنا إليك سؤالا آخرا، وهي ما الفكرة الخاطئة التي سادت عند الشباب كما قلنا قبل قليل، وهي بالطبع ستقول لي مباشرة بأنها شدة المطالبة بالحقوق دون التفات إلى أداء الواجب، بالرغم من أن الحقوق والواجبات متلازمان ومتلاصقان مع بعضهما البعض. الآن أحبائي الطلبة، لننتقل إلى الفقرة التالية. فعلى كل إنسان أن يؤدي واجبه دائما كما يطالب بحقوقه، والإنسان في هذه الحياة لا يعيش لنفسه فحسب، وإنما يعيش له وللناس ولسعادته ولسعادة الناس، وآداء الواجب يؤدي إلى تحقيق السعادة. فالطالب الذي يؤدي واجبه لأسرته يسعدها، والأغنياء بتأديتهم ما عليهم من بناء للمستشفيات وتبرع للخيرات يزيدون في راحة الناس ورفاهيتهم. وعلى العكس من ذلك المنحرفون، فإنهم بإهمالهم الواجب عليهم وعدم إطاعتهم قوانين البلاد يزيدون من شقاء الناس وتعاستهم. إذا عودنا النظر أعزائي الطلبة في هذه الفقرة، لوجدنا أن الكاتبة حث كما قلنا في الفقرة السابقة على ضرورة آداء الواجب، لأن الإنسان في هذه الحياة لا يعيش لذاته فحسب ولا لتحقيق سعادته فقط، وإنما يعيش له ولغيره أيضا من الناس. وإذا عودنا النظر أعزائي الطلبة في هذه الفقرة، لوجدنا هنالك كلمات أو كلمة احتوت على معنى، وهي شقاء، دلت على العسر والتعب. وإذا وجه إليك عزيز الطالب سؤالا، وهو لما يجب على الإنسان أن يؤدي واجبه كما يطالب بحقوقه، فلقلت معي مباشرة لأنهما متلازمان، إذا زاد أحدهما نقص الآخر، ولأن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط وإنما يعيش له وللناس أيضا، وآداء الواجب يؤدي إلى تحقيق السعادة له ولغيره أيضا. طب أعزائي الطلبة، إذا عودنا النظر في هذه الفقرة، فنلاحظ أن هنا المستشفيات طبعا هنا دلت على اسم مكان. الفقرة السابعة فتقول لنا، ومقياس رقي الأمة إنما هو في آداء أفرادها ما عليهم من واجبات، فالذي يتقي الله في صناعته يسعد الناس بإتقانه، ولا يبقى العالم ويرقى إلا بآداء الواجب. ولو أن مجتمعنا قصر في آداء كل واجباته لفني في الحال، والأمة المتأخرة إنما بقيت لأن أفرادها قاموا بآداء أكثر الواجبات وتأخرت بالقسم الذي لم يؤدى. ويجب أن يؤدى الواجب لأنه واجب، لا طمعا في ربح ولا طمعا في خسارة، إنما نؤديه راحة لوجداننا
والذين يؤدون واجبهم رغبة أو رهبة إنما هم تجار يبيعون اليوم ما يقبضون ثمنه غدا ومثلنا الأعلى أن نتلذذ في آداء الواجب كما نتلذذ من خير ينالنا وشر يزول عنا. دعونا أعزائي الطلبة نتأمل هذه الفقرة. نلاحظ هنا بأن المقياس الأساسي لرقي وتطور وازدهار البلاد يكون فقط بأداء الواجب من أفرادها. إذن كل فرد من أفرادها لا بد أن يؤدي واجبهم تجاه بلادهم ووطنهم، فيؤدون الواجب لأنه فقط نابع من مخافتهم لله عز وجل وراحة أيضا لضمائرهم. وإذا أمعنا النظر أعزائي الطلبة في هذه الفقرة لوجدناها تحتوي على مفردات ومصطلحات، منها رقي وجاءت بمعنى ازدهار، المتأخرة بمعنى المتخلفة، وأما رهبة هنا جاءت بمعنى خوف، وفنية هنا بمعنى هلكة. أعزائي الطلبة إذا أمعنا النظر في عبارة أن نتلذذ في أداء من أداء الواجب لوجدنا هنا بأن الكاتب شبه أداء الواجب بالطعام الذي نتلذذ بتناوله. ولو وجهنا إليك عزيزي الطالب سؤالا قلت لك فيه حدد الكاتب مقياس رقي الأمم ما هو؟ ستقول معي مباشرة إنما هو في آداء أفرادها ما عليهم من واجبات، فلا يبقى العالم ويرقى إلا بآداء الواجب. ولو وجه إليك عزيزي الطالب سؤالا آخرا وهو بما وصف الكاتب من يؤدي الواجب رغبة أو رهبة، فستقول معي مباشرة إنما هم تجار يبيعون اليوم ما يقبضون ثمنه غدا. وإذا عاودنا النظر في هذه الفقرة أعزائي الطلبة لوجدنا أنها تحتوي على صورة فنية أخرى، وهي في عبارة والذين يؤدون واجبهم رغبة أو رهبة إنما هم تجار يبيعون اليوم ما يقبضون ثمنه غدا. فنلاحظ هنا بأن الكاتب صور الذين يؤدون الواجب خوفا أو طمعا بالتجار الجشعين الذين يهمهم الكسب فقط دون النظر إلى سعادة الناس وشقائهم. والآن هيا بنا أحبائي الطلبة لننتقل إلى الفكرة الأخيرة في درسنا لهذا اليوم. وكثيرا ما يكلفنا آداء الواجب مشقات كثيرة ينبغي أن نتحملها أو يتطلب منا تضحية يلزمنا تقديمها. فالقاضي العادل قد يضطر إلى الحكم على صديقه أو قريبه فيؤلمه ذلك، وقد يحمله حب العدل على إغضاب أفراد عظام أو هيئات مختلفة فيعرض بذلك نفسه لآلام شتى، ومع ذلك يجب أن يتحملها بابتسام. بل أكثر من ذلك الجندي فقد يقف في ميدان القتال موقفا قد يعرض فيه نفسه للموت، فيفعل ذلك عن طيب خاطر فداء لأمته. ورئيس السفينة إذا عطبت يجب أن يبقى فيها حتى ينتقل ركابها إلى قوارب النجاة ثم يكون آخر من ينزل. وكثيرا ما يكون في إعلان الإنسان رأيه وتمسكه بمبدئه ما يبعده عن منصب ويحرمه من فائدة، ومع ذلك يجب أن يتحمل التضحية مهما آلمت عن رضا وارتياح، ويجب أن يعد مكافأة الضمير فوق كل مكافأة. أحبائي الطلبة إذا أمعنا النظر في هذه الفكرة نجد أن الكاتب هنا